الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي معاشر المؤمنين بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المؤمنون، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار هما محلان، ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. أيها المؤمنون، لو دخل علينا طفل أو رأينا رضيع قد سلبت أموال أهله، وقد قتل آباؤه، وقد هدمت بيوتهم، وقد طردوا وشردوا من ديارهم، ثم وقفنا عند هذا الطفل الصغير الرضيع الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله، وقلنا له اصبر وأبشر فإن العاقبة ستكون لك، ماذا عسانا أن يقال عنا؟ ربما نتهم بالجنون، أو نتهم أحيانا بالمثالية التي لا يصدقها العقل. لكنني ومن على هذا المنبر لعلي أنثر بين أيديكم هذا اليوم وعلى مسامعكم المباركة وعدا من القرآن الكريم من ربكم جل في علاه، يحقق وعدا عظيما وثقة بوعد الله كبيرة. إن القرآن الكريم هو دواء القلوب المعلولة، إن القرآن الكريم هو الشفاء، لأن الله جعله روح. ما ظنكم بأهل المصائب اليوم؟ النفوس تعبت، والقلوب أضنيت، والكبود ربما تفتتت، ونحن نرى ونسمع كل لحظة، ولا أقول كل يوم، من المصائب والهموم على حال أمتنا المكلومة. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. إنني اليوم أريد أن أنثر لكم وعد الله المحقق، وأبشركم بالأمل الذي سيكون. إن كان الإيمان بمنزلة الجسد، فإن الثقة بوعد الله بمنزلة الروح. وإليكم سورة القصص، هذه السورة التي تحكي فقط قصة موسى، لكنها ما تكلمت عن قصة موسى مع فرعون وتفاصيلها مع بني إسرائيل، إنما تحدثت عن النشأة وعن الولادة وعن الرضاعة، وتحدثت عن خروج موسى من مصر إلى مدين، ثم زواجه من ابنة شعيب، وفي آخر السورة تحدثت عن قصة قارون. إن الموضوع الرئيسي والعنوان الكبير لهذه السورة الثقة بوعد الله جل في علاه. الثقة أن يوعد موسى وتوعد أم موسى بنصر عظيم، وأن أم موسى تهدأ بعد الأحداث التي حصلت لموسى. الله يقول لها: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لكم أن تتخيلوا أمًا مهدد هذا الوليد لها بالقتل قبل أن يولد، ثم لما ولدت حاولت أن تخفيه، لكن الله جل وعلا أمرها بأربعة أوامر ربما العقل البشري لا يتصورها، أو ربما لا يتقبلها أحيانًا، لكنه الاستسلام لله. قال الله لها: هذه الأم المسكينة التي بدأت معاناتها من أثناء حملها، تضع هذا المولود
فقال الله لها ضعيه في التابوت. هل يعقل أن التوابيت التي يحفظ فيها الأموات يحفظ فيها رضيع؟ لكنها استسلمت لأمر الله فوضعت موسى طفلا رضيعا في هذا التابوت الصندوق. ثم لما وضعته يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ظنت أم موسى أن التابوت سيكون قريبا منها حتى تفتح وحتى ترضع وحتى يتنفس الرضيع حتى لا يموت، لكن يأتيها الأمر الثاني: ألقيه في اليم. اليم بحر، والبحر هلاك ظاهره وباطنه، وهي ترى هذا البحر تتلاطم أمواجه، فإذا بالقرآن الكريم وإذا بالآيات تصف ذلك المشهد: ألقيه. ألاحظ القرآن ما قال ضعيه، إنما ألقيه. لو قال ضعيه بمعنى ضعيه ربما على أطراف الشاطئ، لكن يلقى إلقاء، يرمى، يحذف. فحملته وأخته ثم ألقته في اليم. ولكم أن تتخيلوا مشاعر تلك الأم ورضيعها وفلذت كبدها في هذا البحر تتلاطم به الأمواج. في هذه اللحظة خافت، هي خافت على موت الطفل، لأن الموت في البحر محقق، خافت على أن يموت. قال الله لها: ولا تخافي. حتى الخوف الطبيعي الذي جبلت عليه النفوس أنت ممنوعة منه في هذه اللحظة. ثم ذهب عنها الخوف بأمر الله، لكنها حزنت على بعد هذا الجنين والطفل، فقال الله: ولا تحزني. ثم يأتيها الموعود: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. سورة القصص معناتها: صدقوا بوعد الله شئتم أم أبيتم. كأن الله يقول لمحمد: يا محمد، إنك ستخرج من بلدك وتخرج وستذهب مهاجرا لوحدك، ولكننا نعدك بعودة ونصر وفتح عظيم. ولذلك جاء في آخر سورة القصص، في آخر السورة قال الله جل وعلا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هو الذي قال لموسى وقال لأمه: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أنتم متخيلين الوضع الذي كان فيه موسى؟ هو لما رمي في البحر تقول أمه: خفت عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرضعت أم موسى موسى مع بزوغ الفجر من ثديها الأيمن، وما غربت الشمس وجاع إلا وهو يرضع من ثديها الأيسر. عاد في نفس اليوم. والله يصف هذا المشهد، يصف الحالة التي كانت فيها أشبه اليوم ما نشبهها بواقع سوريا أعانهم الله ونصرهم، أو بواقع إحدى البلدان التي تعيش اليوم وطأة الظلم والاستبداد. قال الله جل وعلا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ليش؟ لماذا يا رب؟ ماذا تريد أنت الرب القدير؟ لكن لماذا هذا الاستضعاف؟ قال الله جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ويبدأ مرحلة الاستضعاف من بداية ولادة هذا الرضيع، من بداية الولادة. وبالفعل يخرج موسى عليه السلام بعد أن قتل ذلك الرجل وبعد أن كبر، ثم يعود بعد ذلك منتصرا. متى نزلت هذه السورة؟ نزلت على نبيكم صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة، في طريقه من مكة إلى المدينة. كأن الله يقول: يا محمد، أنت اليوم تخرج وتخرج من مكة. الرسول يخرج من مكة وهو يلتفت على الكعبة يقول: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك يخرجوني لما خرجت. وعيناه تذرفان دموعا على فراقه إلى أرضه التي تربى وترعرع وولد ونشأ بها صلى الله عليه وسلم. ونزلت هذه السورة تطمئنه
ولما نزلت استقر لأنه صدق بموعود الله وهو يسمع قصة موسى عليه السلام. الله يقول إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. السؤال: موسى رجع أو لم يرجع؟ وعد الله تحقق أو لم يتحقق؟ قال الله جل وعلا: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ثم ماذا يا رب؟ ولتعلم أن وعد الله حق. يجب أن نعلم أن وعد الله حق. ولذلك النبي لما دخل الغار مع أبي بكر رضي الله عنه قال له أبو بكر خوفا على رسول الله: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم المؤمن الواثق بوعد الله، قال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا تحزن، إن الله معنا. قمة التصديق بوعد الله. لا، ولم يقف الأمر عند هذا. خرج من الغار نبيكم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ولحق بهم سراقة، والقصة مشهورة. سراقة بن مالك يقول: كنت ألحق برسول الله ولم يكن بيني وبينه إلا كظهر فرس، يعني خلنا نقول مترين أو متر ونصف حتى يقبض على النبي ثم يسقط بفرسه ولا يستطيع أن يصل لرسول الله. ثلاث مرات قام سراقة قال: يا محمد، إني أعلم أنك رجل ممنوع، أنا ما أقدر أوصل لك، ولكني أريدك أن تعطيني شيء، لأني لو ذهبت إلى قريش الآن وقلت لهم أنني اقتربت من رسولكم أو من محمد ورجعت كذبوني، لكن أعطني شيئا، بمعنى علامة تثبت أنني وقفت، ليس بيني وبينك إلا هذه المسافة. التفت الرسول ليس معه شيء، الرسول خرج مهاجرا ليس معه إلا أبو بكر الصديق. فقال له رسول الله: إني أعدك يا سراقة سواري كسرى. تخيلتم موقف رجل فار هارب خارج ليس معه إلا صاحبه، ويعد رجل سواري كسرى. ضحك سراقة قال: سواري من؟ كسرى الروم؟ أنت تتكلم عن مين أنت؟ كسرى كسرى؟ قال: نعم، كسرى الروم. قال: يا محمد، ما عهدناك رجلا إلا صادقا، أنت لا تكذب، ولذلك سميناك الصادق والأمين، لكن اكتب لي، عطني شيء يوثق هذا الكلام. قريش وعدتني بمئة ناقة، وعدتني بأغنام، وعدتني بغنائم، والآن سأعود شبه مفلس اليدين. فقال النبي لأبي بكر: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى سراقة بن مالك: يعدك محمد سواري كسرى والسلام. وخذ سراقة الكتاب ورجع. فلما رجع إليهم قرأ عليهم ما كتبه أو كتب له من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سراقة أدرك وقت النبي، لم يسلم سراقة إلا في يوم فتح مكة، ولما رأى فتح مكة ورأى النصر العظيم بدأ يرى أن النواميس الوعد تتحقق. هذا الرجل الذي لم يخرج إلا بصاحب معه ليس معه شيء في يديه، ها هو اليوم يدخل مكة منتصرا فاتحا. قال: فأدركت عهد رسول الله، يعني مات النبي وهو حي، ثم أدرك خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فمات أبو بكر، ثم أدرك خلافة عمر رضي الله عنه، ولما فتحت المدائن فإذا بعمر بن الخطاب تحضر عنده الكنوز والذهب، وإذا بسواري كسرى على صدر هذه الكنوز. فوقف عمر بن الخطاب على المنبر يحمد الله ويثني عليه ويصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أيها الناس، أبغوني أو ادعوا لي سراقة. فإذا بسراقة بن مالك كبير في السن يمشي، قد احدودب ظهره ودق عظمه وشاب رأسه، فإذا به يقبل على عمر وعمر على المنبر، فقال: يا سراقة، أعطني كتاب رسول الله الذي أعطاك يوم الهجرة. فأعطاه ناوله إياه من واحد إلى واحد حتى وصل إلى عمر وهو على منبره يقف، ثم قال: اسمعوا ما كتب رسولكم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله
إلى سراقة بن مالك يعدك محمد سواري كسرى والسلام، ثم قال عمر: صدق صاحب هذا المقام، والذي نفسي بيده إنه لا ينطق عن الهوى، تعال يا سراقة وخذ ما وعدك رسول الله فإنها قسمة موعودة، قسمة موعودة. لذلك إذا صدق المؤمن العاقل بوعد الله استقرت نفسه وهدأت سريرته واستقر إيمانه وازداد كذلك إيمانه وتقرب إلى الله جل في علاه. أيها المؤمنون، ما من أحد منا اليوم، ما من أحد إلا وفي قلبه من الهموم والغموم، وربما تحملت نفسه كثيرا من المشاكل والمصاعب. هناك أصحاب حاجات، هناك مرضى، هناك أصحاب ديون. كم بين بعضنا وزوجاتنا من المشاكل، كم نذرف دمعا على بعض أبنائنا من سوء تعاملهم أحيانا، كم بيننا وبين إخواننا وآبائنا وزملائنا وبعض أرحامنا وجيراننا، كل هذه المصائب فضلا على مصائب الأمة المشتركة. لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان وكالجسد الواحد. اليوم ونحن ننظر الشاشات ونتابع الأخبار في سوريا لتلك الأحداث الدامية المبكية الموجعة، وفي غيرها من بلاد الله الواسعة، في أوساط أفريقيا، في غيرها من البلاد التي تعاني ما تعاني. إنها القلوب حينما تجرح، لكننا حينما نسمع كلام ربنا نصدق بوعد الله ونعلم أن الذي قال لموسى أو لأمه إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، والذي قال لمحمد والذي فرض إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يجعلنا نؤمن ونصدق بموعود الله تبارك وتعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المؤمنون، إن الذي يصدق بوعد الله قد يغير الله له نواميس الكون. وأضرب أمثلة ونماذج سريعة ليستقر الأمر. إن الله تبارك وتعالى وعد موسى ذلك الوعد وتحقق، وإن من النواميس التي تغيرت في انتصار موسى حينما تاهت بني إسرائيل في الصحراء 40 يوما، وقف بنو إسرائيل عند موسى قالوا: يا موسى، لقد هلكنا وهلك العيال وجاع الناس وماتت البهائم، فاستسقي لنا ربك. فرفع موسى أكفه: اللهم أسقنا. الأصل أن يأتيهم ماء من السماء، لكن الله تبارك وتعالى غير نواميس الكون حتى يعلم البشر أن الله إذا أراد شيء قال له كن فيكون. الأمر جاء إلى موسى: اضرب بعصاك الحجر، يا رب أنا أبغى مطر فأضرب الحجر. قال: ستضرب الحجر ويخرج لك الماء من الحجر وليس من السماء، سأغير نواميس الكون لتعلم أن وعدي حق. فضرب حجرا وانبثقت 12، أصبحت تمشي مثل الأنهار، قد علم كل أناس مشربهم فشربوا. وكانت تلك الحجر ترفع إذا أرادوا أن يتحركوا فيقف الماء، وإذا وصلوا واستقروا وهبطوا وضعها في الأرض فجرى الماء، وذلك لأن الله قد وعد فحقق وعده. يونس عليه السلام في بطن الحوت، ومع ذلك هذا البطن الذي المفترض أن يموت منذ أن يلتهمه الحوت ويلتقمه، لكن الله جعل هذا الحوت كوخا ومأوى ومكان استقرار إلى نبي من أنبيائه. ولذلك فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. من الذي جعل هذا البطن المتوحش، هذا الحوت، إلى مكان استقرار لنبي من أنبياء الله؟ إنه الوعد الذي وعده الله، بل إن الله الذي أمر النار أن تحرق أمرها لما ألقي فيها إبراهيم أن تكون بردا وسلاما. الله قادر ينصر إبراهيم من غير أن يوضع في النار، يفر يهرب تلك الليلة، أو أن الله جل وعلا حينما ألقي في النار
أنزل مطرا فأخمدت تلك النار، لأن نواميس الماء تطفئ بالماء، النار تطفئ بالماء، لكن الله أراد أن يقهر النار، فقال الله للنار لا تنطفئ ولا نريد أن نسكب عليك ماء، إنما قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هم قالوا للنار قالوا حرقوه، والله يقول قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، فأصبحت النار بردا وسلاما. والذي جعل النار بردا وسلاما جعل السكين التي وضعها إبراهيم على عنق إسماعيل لا تقطع، السكين تقطع. والله يأمر إبراهيم في المنام الذي رآه، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، فأتى إبراهيم واستسلم وسلم، بل كلاهما استسلما لله وتله للجبين. ولما وضع السكين على رقبة ابنه إسماعيل فقد أمرها الله ألا تقطع تلك السكين، حتى قال إسماعيل لإبراهيم يا أبتي إني لا أريدك أن ترى وجهي، وضع إبراهيم وجهه في وجهه وبدأ يريد ذبحه من هنا من النحر، قال لعلك حينما رأيت وجهي رحمتني، لكن ضع وجهي في الأرض يعني على قفاي، وضع السكين خلفي حتى لا تراني فترحمني ثم أقطع وأموت. ومع ذلك ما تحركت تلك السكين لأن الله غير نواميسها. إذا صدقوا بوعد الله واعلموا أن الله تبارك وتعالى إذا وعد فإنه لا يخلف الميعاد، وأن الله جل وعلا كلامه وحديثه ووعده حق وعدل وصدق، وسيتحقق بإذن الله جل في علاه. نسأل الله الذي حقق هذه الوعود التي نؤمن بها في هذا القرآن الكريم والسنة النبوية ونراها عيانا بيانا أن يحقق لنا الوعد المنتظر في نصرة إخواننا المستضعفين في سوريا، قولوا آمين، وفي سائر بلاد المسلمين. ثم إني أبشركم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ونسأل الله جلت قدرته أن يحقق لكل واحد منا ومنكم ومن سائر المسلمين والمسلمات ما يتمناه ويرجوه في نفسه وأهله وماله وولده وزوجه وأمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا رب العالمين لا تجعل بيننا من المسلمين في هذا المكان المبارك صاحب حاجة إلا قضيتها، ولا صاحب طلب إلا أعطيته. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم في إن هؤلاء عبادك أتوك ليؤدوا فريضة من فرائضك، اللهم إنه لا يعلم ما في نفوسهم إلا أنت، اللهم حقق لهم ما يتمنون وأعطهم ما يريدون وأصلح لهم النية والذرية. اللهم من كان من الحاضرين مريضا فاشفه، ومن كان مبتلا فعافه، ومن كان مدينا فاقضي دينه. اللهم أصلح لهم زوجاتهم وذرياتهم وبيوتهم، واجمع اللهم شملهم على الخير والطاعة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا وخالقنا ومولانا إنك وعدت وقولك حق وصدق، نسألك اللهم أن تنصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم أنت الله، اللهم أنت الملك، اللهم أنت القدوس، اللهم أنت السلام، اللهم أنت المؤمن، اللهم أنت المهيمن، اللهم أنت الله، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نقول ما وعدنا الله ورسوله حق، اللهم نسألك نصرا لأولئك المستضعفين، اللهم إنه لا حول لهم ولا قوة إلا بالله، اللهم إنهم قد تشردوا وقد قتلوا فارحم اللهم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم إنهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك، اللهم قد تخلى الناس والخلق عنهم ولكن رجاءنا ورجاءهم بك كبير، اللهم إنا نشكو إليك ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس، أنت ربهم وربنا ورب المستضعفين، إلى من تكلهم؟ إلى عدو يتجهمهم أم إلى قريب ملكته أمرهم؟ إن لم يكن بك غضب عليهم فلا يبالون، غير أن عافيتك أوسع لهم. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والدين، إلا نصرتهم يا حي يا قيوم. اللهم نسألك النصر العاجل لإخواننا في سوريا وفي أركان وفي أوساط أفريقيا،
وفي العراق وأهل السنة في إيران وغيرها من بلاد المسلمين. اللهم كن لهم ناصراً يوم قل الناصر، وكن لهم معين يوم فقد المعين. اللهم يا الله ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اجمع اللهم كلمتها، ووحد اللهم صفها، وأصلح شأنها في كل زمان في كل مكان وفي كل أمورها يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في مصر يا رب العالمين، وفي تونس وفي الجزائر وفي ليبيا وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين، واحقن اللهم دماءهم في اليمن وفي لبنان وفي باكستان وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم إن أمتنا جريحة مكلومة، اللهم إنا نعوذ بك من هذا الضعف. اللهم إنا نسألك أن تعيد لأمة محمد مجدها وعزها وسؤددها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تؤمن هذه البلد المباركة الطيبة، بلد البحرين، اللهم اجعلها آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم اجمع فيها كلمتك على التوحيد والسنة، اللهم وحد صفها واجمع كلمتها، اللهم ارزقها الأمن والأمان، وأزل عنها الفتنة يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح حكامها وولاة أمرها، واجمع اللهم كلمة حاكمها ومحكومها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، من أرادنا وأراد بلادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه يا ذا الجلال والإكرام. الله ربي الله ربي لا أريد سواه، هل في الحقيقة خالق إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيضا من عطاياه، والناس يدعونه سرا والناس يعصونه سرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. هذا أيها المؤمنون، وصلوا على نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، واذكروا الله العظيم الجل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.